بسم الله الرحمن الرحيم، انيس مروش من قناه صديود انيس مروش. اذا كيما خدمنا بدينا في اول تمرين في الوحده الاولى هي وحده المتابعه الزمنيه للتحول الكيميائي، بدينا نحلوا اول تمرين فيه وخدمنا الجزء الاول حتى وصلنا ماذا، حتى وصلنا الى تعريف ماذا، الى تعريف السرعه الحجميه لهذا التفاعل. إذا قمنا في أول سؤال بكتابة معادلة التفاعل، معناها المعادلة الإجمالية، بالطبع لازم يعطى لنا الثنائيات. فقط عندي توضيح خاص، الحصة اللي تعدت درت خطأ، كان 14H بلس لهنا و 6H بلس لهنا، 6 كتروح مع 14 تمد لنا 8، أنا كتبت لكم 6 بيان سور، إنسان نغلط، دونك المعادلة صلحوها. بالطبع الH بلس يا جماعة هنا ما كون نقولوا واحد استاذ نو كان انا نسيت نورمال، بيسك هذا اش بلس راك معايا ما ياثرش من بعد الخدمه، راك معايا بصح ماذا ما تغلطوش نتوما، ما عندكم على تغلطوا، واضح. اذا نكملوا مع بعضنا، اذا كتبنا معادله التفاعل تاعنا قالنا نحتفظ بدرجه حراره ثابته المقدره ب 25 سلسيس ونتابع تركيز الشوارد ار سي ار 3 زائد. اذا يا جماعه في الوحده الاولى متابعة زمنية، معناها راح نتابعوا مقدار فيزيائي معين من تركيز، إذا من تركيز مثلا في المحلول، مثلا كتلة، ضغط، بريسيون، إذا حجم في، إذا نتابع مقدار ماذا؟ نتابع مقدار فيزيائي. تقول يا أستاذ اسكو نتابعوا باريكم التراكيز تاعهم كاملة؟ اسكو نتابعوا الكتل تاعهم كامل؟ لا، نهزوا غير واحد ونتابعوه. كما في الحالة تاعنا هذه هي السي ار 3 زايد، إذا نهزوا السي ار 3 زايد تاعنا ونتابعوا له ماذا؟ قال هنا راح نتابعوا ماذا؟ تركيز. بيسكو نتابعوا واحد فيهم ونلقاو السرعة تاعو، رايحين نقدروا نلقاو ماذا يا جماعة؟ رايحين نقدروا نلقاو كل السرعات تاع المقادير الأخرى اللي تبقت إذا طلب منا، وراح نشوفوا في التمارين بالطبع. إذا ما بعدنا يا جماعة نبداو نكملوا الحل تاع التمرين تاعنا. إذا واش قال؟ قال إذا نحتفظ بدرجة حرارة ثابتة المقدر ب 25 سلسيس ونتابع تركيز الشوارد سي ار 3 زائد الناتجة عن التفاعل. بالطبع سي ار 3 هنا عبارة عن ماذا؟ عن ناتج. إذا عبارة عن ناتج، فنحصل على المنحنى المقابل. شوفوا يا جماعة هنا تركزوا معاي، كي مدلك منحنى كاين أمور لازم تبداو تشوفوا فيها. واش عندي في محور التراتيب؟ عندي التركيز تاع سي ار 3. نشوف الوحدة، إذا ماذا الوحدة يا جماعة لهنا؟ الوحدة راها ملي مول على اللتر، أو ملي مول لتر ناقص واحد نفس الشيء. أيضا ماذا في محور الفواصل؟ عندي الزمن، عندي لو طون نتاعي وراه بسكوند. إذا فقط نتأكد يا جماعة باسك هنا مش واضح مليح في الفيديو نتاعنا، نشوف السوجي. بالطبع الزمن راه بسكوند كيما قلت لكم، صح. ثاني شيء نشوف واش عندي. عندي يا جماعه المنحنى تاعي راه مش كامل، بالطبع راه ناتج يا جماعه، بالطبع يبدا من الزيرو. اسكو في اللحظه تي صفر، في اللحظه ماذا؟ في اللحظه تي صفر، في اللحظه تي صفر عندي الا ماذا؟ عندي الا ماذا؟ عندي الا المتفاعلين، ما عنديش نوج. بالطبع في اللحظه في تي يساوي صفر، معناها في 8 في اللحظه الزمنيه تي يساوي زيرو سكون، التركيز زيرو بيسك هذا الناتج مازال ما ولدش. واه كيما نقولوا من الاخر بون. وايضا اما راه مش كامل يا جماعه، البيان تاعنا المنحنى راه مش كامل. واش معنى المنحنى تاعنا ما راهش كامل؟ معناها ما تقولوش هذا متفاعل موحد، راك معايا؟ ما على بالاضافه، اذا لا يهمنا في المتفاعل، غلط، ما تتبعوش مع الفكره هذه، ما نحكيش على المتفاعل، ما تقولوش باللي يا جماعه هذه هي الكميه او التركيز النهائي، لا، لانه المنحنى ما راهش كامل، قادر يكمل لهنايا وهذا هو ماذا؟ التركيز النهائي. إذا ركزوا مع المنحنى مش كامل، واضح. إذا اثنين، عرف السرعة الحجمية لهذا التفاعل، جاوبنا عليها في الـ الـ في الـ في الحصة اللي تعدات. إذا رانا دونك نجيو مع بعضنا نكتبوا العلاقة تاعها، ما عندنا ما خاسرين. إذا السرعة الحجمية للتفاعل مازلها في، حنا في الدرس كي قرينا جماعة، في الدرس كي قرينا مازلنا بي في فوليم، مازلنها بي في فوليم يا جماعة، معناها انتم كي يرمز لكم في تمرين في تتقيدوا بالتراميز اللي مدلكم. لا بغا قريناها في الدرس في فوليميك، لا وهو قال هنا في تمرين في ترمز لها في، واضح. اذا هي واحد على في، معناها مقلوب حجم الحجم تاع على بالك يا جماعه، العاب كي راه الفرنسا بدا ينسى العربيه.
اذا مقلوب الحجم تاع المزيج التفاعلي تاعي معناها في توتال مضروب، مضروب ماذا؟ مضروب في مشتق مشتق ماذا؟ مشتق تقدم التفاعل. واضح هانا هكذا بنكونوا واضحين. اذا هذه بالنسبه للعلاقه تاع السرعه الحجميه نتاعنا، ما على باش السيلو تاعنا واش بيه. بون لا 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 بون. اذا هذا بالنسبه ماذا اللي السرعه تاعنا العلاقه نتاعها. درك واش قال احنا لازم تركزوا مليح يا جماعه، لانه العلاقات يعني تلميذ في الباك لهذا الشيء، هذا الشيء كيما نقولوا حنايا واحد ما يعرفش يدير علاقه في الاول نورمال يا جماعه، ما تقولش ما عرفش علاقه بيسك هذه امور جديده عليكم. دونك انا راح نتبعوا مليح مليح كيف راح نخرجوا ماذا العلاقه هذه. قال لك ما هي العلاقه التي تربط في معناها السرعه الحجميه تاعنا التفاعل فيتاس فوليميك لهذا التفاعل، ما هي العلاقه اللي تربطها بهذا؟ واش حاب من الاخر يقول؟ كيقول لكم ما هي العلاقه اللي تربط شيء بشيء، معناها حاب يقول لكم اكتبوا لي السرعه الحجميه بدلاله هذا الشيء. اذا هذا سؤال مباشر نتابعه. اذا ما بعدنا يا جماعه نكملوا ما بعدنا، اذا نحاولوا نخدموا له. كيقول لكم علاقات وكذا ومنها بالطبع هنا شكون يهضر معاكم يا جماعه؟ جدول التقدم. شكون يهضر معاكم هنا؟ جدول التقدم. اذا نجيو مع بعضنا ماذا نديروا جدول التقدم تاعنا. شوفوا يا جماعه انا راح ندير جدول تقدم بسيط، انتوما بالطبع في الباك ديروا جدول تقدم قد قد الحاله الابتدائيه، الحاله الانتقاليه او الوسطيه كما يقولوا في بعض الولايات، ما لازم تخدموه بيان. دونك انا جيت راح نخدم باك جدول التقدم باه يعاوننا يا جماعه ماذا؟ يعاوننا في الحل. واضح؟ اذا نبداو الحاله الابتدائيه، الحاله الانتقاليه والحاله النهائيه. اذا ركز معي مليح نبداو نعبيو الجدول تاعنا مع بعض. اذا اول حاجه في الحاله الابتدائيه عندي النواتج راهم صفر، بالاضافه الى ماذا عندكم الاش بلس راه بيوفر لان قاعدين نقوموا بالتفاعل تاعنا في وسطين حمضي. ايضا الماء راه بيوفر. لماذا الماء بيوفر؟ لان عنوان الوحده تاعنا هو ماذا؟ متابعه زمنيه التحول الكيميائي. ايضا يعطى لها العنوان وهو العنوان الاصلي هذه الوحده، ويفرطوا بزاف في الاساتذه تطور كميات ماده المتفاعلات تنتج في محلول مائي. واش معناها في محلول مائي؟ معناها كاين الماء بزاف، بالتالي نكتبوا في جدول التقدم بوفره. جيد. اذا نجيو ماذا الى الكميات الماده تاعنا. بالنسبه لكميات الماده كاين تلاميذ يكتبوا ان واحد ان اثنين. لا يا جماعه ما نحبش انا الترميز هذا، انا نفضل ما تستعملوش الترميز هذا. كون نجي نقرا تلميذ نريد انجاز معايره بين محلول اس واحد لحمض الاوكسيديك اش 2 64 تركيزه 60 ملل على المول. اذا عندنا التركيز تاع الاش 2 64 ومحلول اس 2 لثاني كرومات لهنا في وسط حمضي لدراسه هذا التطور بدلاله زمن اخذ مزيجا. اذا ماذا؟ اعطاني التركيز تاع الاش 2 64 الابتدائي واعطاني الحجم الابتدائي بالطبع تاع هذا المحلول. بالطبع اذا مش نجي نكتب انايا نكتب السي في الفي لان كميه الماده هي التركيز في الحجم. نقدر نكتب سي ان لهنايا زي ان. راك معايا السي ار 2 او 7 2 ناقص بالطبع اعطي لنا تركيزه وحجمه. اذا نجيو ماذا نكتبوا التركيز في الحجم نفس الشيء. نجيو للحاله الانتقاليه. الحاله الانتقاليه كميه الماده تبدا تنقص، اذا نديروا ناقص المعامل الاستيكيومتريك وفي ستوكيومتريك تاعنا 3 اكس اللي هو الافونسمون. نفس الشيء بالنسبه للمتفاعل الثاني سي 2 في 2 ناقص اكس، معامل السكيومتري هنا واحد لان معامل السكيومتري في المعادله تاعنا واحد. بالنسبه 6 6 سي او 2 اذا نجي نكتبوا 6 اكس اللي هو عباره عن ناتج، السي ار عندي 2 اذا نجي نكتبوا 2 اكس. بالطبع في الحاله الانتقاليه عفوا في الحاله النهائيه نعبيو بالفينال. يقولوا لي استاذ علاه ما عبيتيش لهنايا بالماكس؟ ما هو الفرق بين اكس ماكس واكس فينال؟ بالطبع هنا تروحوا تشوفوا في البلاي ليست درتها لكم في الوحده، ندير لكم في القناه تاعي، انا مش نشرح كل مره فيها نعاود الهضره، راكم تلقاو في البلاي ليست تاعي واش معناها الفرق بين الاكس فينال والاكس ماكس. واضح. علاه انا كتبت اكس فينال واكس ماكس؟ لانه ما ذكرش في التمرين هل هذا التفاعل عباره عن تفاعل تام او لا، ما قالش. اذا نكتبوا فينال، راك معي؟ باسكو نكتبوا فينال جو سي با ان اسكو هذا التفاعل تام. واش معناها اصلا تفاعل تام؟ تفاعل تام معناها في عند نهايه التفاعل المتفاعلين في زوج يفضوا، ولا واحد فيهم يفض ويبقى الاخر، ولا الاخر يبقى والاخر يفض. بالطبع يا جماعه ما عرفتش نهضر على كل دقيقه بيسك يا جماعه، اني هدرت عليها فيديو كبير في 15 دقيقه ولا ما باليش قداه. روحوا شوفوه. اذا درت جدول التقدم تاعنا ماذا؟ قفل في الجدار بيسك الريحه مش منها. اي دونك عفوا يا جماعه. اذا بعد ما نجزنا جدول التقدم، هل طلب من جدول التقدم؟ ما طلبش. كيطلب منك علاقه لازم دير جدول التقدم. هاي ما بعطانا اسمعوا واش نبداو نخدموا ماذا؟ نبداو نخدموا العلاقه تاعنا.
قال ما هي العلاقة التي تربط بين إذن العلاقة التي تربط بين تربط بين ماذا؟ تربط بين السرعة الحجمية تاعنا في و دي اللي هو تركيز السي ار 3 زايد بالنسبة للزمن. إذا المشتق ديغيفي بالنسبة للزمن. هالا جماعة، إذا أول حاجة نبداو بها، شوفوا جماعة تركزوا معايا درك، تقول لي أستاذ مين نبدا درك؟ مشكل، نبدا من في، نبدا من المشتق، واش ندير تلميذ هنايا بفريني؟ شوفوا جماعة ديما تبداو من الشيء اللي قبل. واش قال في الأول هاد لي زاستيس، هادو هما واش لازم الأساتذة يعطيكم، يعلموكم كيف تحروا التمرين، ماش تحفظوا يحفظوكم. عرف السرعة الحجمية، إذا ذكر في السؤال الذي قبل هذا عرف السرعة الحجمية. إذا لاجب أن ننطلق ماذا؟ من علاقة السرعة، ماذا؟ من علاقة السرعة الحجمية. إذا عفوا، إذا السرعة الحجمية هي العلاقة تاعها واش هي؟ إذا إذا واحد على في بالنسبة إذا واحد على في مشتق التقدم تفاعل بالنسبة للزمن دي تي. هذه الأمور تحفظ تحفظ يا جماعة. إذا كما قلنا العلاقة اللي تربط في بينها بتركيز شوارد السيارة 3 المشتق تاعنا بالنسبة للزمن. إذا قلنا من البداية هذا التلميذ اللي لقى مشكل. إذا قلنا في السؤال اللي قبله، ركز معي، اثنين راح تابع لي هذا، دونك 100% راح تحتاج العبارة هذه. إذا كما قلنا، إذا بدينا بكتابة عبارة السرعة الحجمية، بالطبع ما ننساش هنا ماذا؟ في توتال، لأنه السرعة الحجمية الحجم اللي فيها راه في توتال، معناها حجم المزيج التفاعلي، معناها الحجم تاع المتفاعل الأول والمتفاعل الثاني. إذا كيما نقولوا كملنا، إذا هذه العلاقة تاعنا الأولى. درك هو حبيب قا حاب نكتبوا في بدلالة هذا الشيء، سما لازم نخلقوا التركيز تاع السي ار 3 زايد في مكان الإكس لهنايا. شكون يعاوننا دائما في الإكس؟ جدول التقدم. اللي يعاوننا هو شكون؟ جدول ماذا؟ جدول التقدم. ركز معايا يا جماعة، ركز معايا مع بعض، نجي ونخدموا بعضنا التمرين نكملوه، ركز معايا. إذا اول حاجه واش يمدلنا جدول التقدم؟ حنا يمدلنا كميه ماده، وحنا حابين شكون سي ار 3 زايد. اذا نجيبو كميه ماده ماذا؟ السي ار 3، السي ار 3 زايد. اذا كميه ماده السي ار 3 زايد لانه عباره عن ناتج تساوي ماذا؟ تساوي ماذا؟ تساوي 2 اكس. اذا 2 اكس هذا بالنسبه ماذا؟ الى كميه ماده السي ار 3 زايد. دونك بصح هو واش طلب في العلاقه؟ تركيز. اذا يجب ان نحولوا كميه الماده هذه الى ماذا؟ الى تركيز. ركز معايا نكملوا. اذا احنا واش عندنا؟ احنا التركيز تاع السي ار 3 زايد من القوانين اللي قريناها هو واش هو؟ كميه الماده تاع السي ار 3 زايد. ركز معايا بلا حجمه، على بالي شويه صعيبه بصح ركزوا دوك تفهموا، عاودوها وديروها، عاودوها حتى تقدروا تفهموا. على ماذا؟ تعود التركيز في الحجمه، نقسموا ديما على الفي توتال. راك معايا؟ نقسموا ديما على الفي توتال، نخدموا هنا بالفي توتال يا جماعه، لان رانا في المحلول. يقول لي استاذ انا ما قسمتش على الفي تي سي ار 3 زايد. لا رانا في المحلول. جيد. اذا ماذا؟ اذا التركيز السي ار 3 زايد واش يساوي؟ اذا كميه الماده جبناها من التقدم 2 اكس على في توتال. ركز معايا العلاقه اللي وصلنا لها يا جماعه، العلاقه اللي وصلنا لها، وصلنا لهذا الشيء. اذا من الاخر نجي نكتب لهنا، اذا تركيز السي ار 3 زايد هو ماذا؟ هو 2 اكس على في توتال. هذه نسميها العلاقه تاع 2. علاش نسميها العلاقه تاع 2؟ لانه حاب يكتب في بدلاله هذا الشيء، معناها حاب يكتب في بدلاله تركيز السي ار 3. وشكون هو الواسط بيناتهم؟ هو الاكس. شوفوا ديما الشيء من المشترك بين هذه العلاقتين هو اكس. اذا بهن هذا الشيء نقلوا لهذا العلاقه، لازمنا حاجه مشتركه هي اكس. اذا نخرجوا اكس من العلاقه هذه ونعوضوا في بلاصه الهين. اذا نستخرج من العلاقه ماذا؟ نستخرج من العلاقه 2 الاكس. اذا نركز مع نستخرج، شوفوا جماعه ليماط. اذا نبداو، اذا كي نجيو نخرجوا اكس من العلاقه هذه، انا شوفوا ليماط جماعه لهنايا كل لازم نجمع ليماط. اذا الاكس كي نخرجوه من العلاقه هذه مدلنا سي ار 3 زائد قسمة 2 مضروب في في توتال. كيف لقيت يا جماعه؟ شوفوا واش ديروا، حابين نخليو غير اكس في الطرف هذا، حابين نتخلصوا من 2. اذا 2 راه الفوق، نقلبوه هنا لتحت.
الفيتو طلع راه لهنايا لتحت حابين نتخلصوا منه نقلبوا هنا الفوق. ركز معايا. اذا هذه نسميوها العلاقه 3. اذا ركز معايا. اذا دوك واش نديروا؟ اذا نعوض 3 معناها اكس نعوض هذا الشيء في بلاصه الاكس اللي لهنا. ركز معايا. اذا نعوض 3 في 1 هكا باش تشرح للمصحح باش يفهمك. نجيب العلاقه تاعنا. علاقه 1 هي واش هي؟ انه السرعه تساوي 1 على في توتال مضروبه في مشتق التقدم التفاعل بالنسبه ماذا؟ بالنسبه لي ازا بالنسبه للزمن. ركز معايا يا جماعه. اذا واش ندير انايا؟ اذا اكس لهذا لهنايا 3 العلاقه نجيبوها لهنايا. ركز معايا. اذا في دائما التلاميذ شوفوا ما نصعبهاش عليكم. 1 على في توتال ركز معايا هي دي بالنسبه للزمن تاع اكس. علاش درت هكذا يا جماعه؟ كاين الناس يوليو يعوضوا هنا في الباست هذا ويوليو عندهم زوج كسور بزاف ديروا الطريقه هذه. خليو الدي تي برا خلاص ما تدوروش خلاص به. اذا 1 على في توتال دي بالنسبه للزمن اكس يا جماعه. اكس واش لقيناه يساوي؟ لقيناه يسوي هذه العلاقه. اذا نجيبوه ماذا؟ نجيبوه لهنايا. اذا تركيز السي ار 3 زائد مضروب في في توتال على 2. لاحظوا العلاقه تاعنا كاينه فيها غير ضرب قسمه. دونك الفي توتال هذا يقدر يروح لي مع الفي توتال هذا. واش يبقى لي؟ يبقى لي 1 على 1 اذا يروح. تبقى لي دي مشتق بالنسبه للزمن تاع هذا الشيء. ركز معايا على 2 اجمع كي نجيو نشتقوا هذا. هذه ماذا؟ هذا مش شكل. هذه مش شكل ماذا؟ هذه مش شكل تاع مشتق. اذا ركز معايا نبسطها باش تفهموا اكثر. هذه راها مش مكتوبه بالشكل. 1 على 2 مضروبه في تركيز السي ار 3 زائد. كنا السي ار 3 زائد هو راه بدلاله زمن يا جماعه. اذا عباره عن داله. مشتق عدد مضروب في داله يخرج هذاك العدد كيما الرياضيات يا جماعه. 1 على 2 دي بالنسبه للزمن. بالطبع درت جماعه ديما في البلاي ليست تلقاو كيفاه نشتق وكلش درتو كلش في الفيديو في البلاي ليست تلقاوها تاع المتابعه الوحده الزمنيه كيفاه نشتق وكلش. وهذه هي الفي وهاي خرجت لي العلاقه جماعه اللي نبحث عليها. هي علاقة عوشي انه علاقة السرعة بدلالة هذا. هذا هو المطلوب اللي مدهول يا جماعة. المطلوب اللي طلبوا منا. ركز معاي ما هي العلاقة اللي تربط؟ اذا لقينا العلاقة هذه. ركز معاي مع بعض نكملوا. اذا بعد وش قال السؤال اللي وراه؟ اذا نجيو نكتبوا العلاقة تاعنا هنايا بس نحتاجوها بعد. نجيو نكتبوها بلون خلاف لانها علاقة مهمة راح نخدموا بها التمرين. اذا في ركز معاي مش واحد لقينا 1 على 2 دي تركيز السي ار 3 زائد بالنسبه للزمن. هذه العلاقه اللي لقيناها صح. اذا نجي نكمل نقراو التمرين تاعنا. واش قال؟ قال حدد 3 حدد هذه السرعه معناها السرعه الحجميه عند اللحظتين ثي يساوي الصفر وثي يساوي 50 سكوند. ركز معايا مليح لهنا جماعه لازم تفهموا كيف تخدموا البيانات والميل. ناس بزاف يسقسيني استاذ ما نعرفش الميل ما نعرفش السرعه. ركز معايا. اذا نجي مع بعضنا. اذا ماذا؟ اذا حساب في معناها السرعه عند اللحظتين عند على بالكم العبد كيعود فرنسا تلعبوا العبريه اللحظتين ماذا؟ تي يساوي 0 سكوند و تي يساوي مدى 50 سكوند. نكملوا مع بعض. نبداو مدى عند تي يساوي 0 سكوند. درك مادام البيان راه بدلاله ماذا؟ البيان راه بدلاله ماذا؟ بالبيان بدلاله السي ار 3 زي. اذا نستخدموا علاقه السرعه هذه. ما نروحش نخدم اللي قريناها في الدرس. راك معاي؟ ما نروحش نخدم اللي قريناها ماذا؟ اللي قريناها في الدرس. اذا ركز معاي. اذا نجيو نخدمو بالعلاقه هذه. اذا نقولو في لان العلاقه هذه اصلها هنا يوجد الزمن تي وهنا يوجد مدى الزمن تي. راك معايا. اذا في عند اللحظه صفر سكوند تساوي ماذا؟ 1 على 2 عدد ما ندوروش به مضروب ماذا؟ في سي ار 3 زائد بالنسبه للزمن. المقدار هذا راه بدل الزمن. اذا عند اللحظه ماذا؟ تساوي تي يساوي 0 سكوند. راك معايا. ركز معايا يا جماعه سهله خلاص. دورك يا جماعه مادام حنا عدنا البيان بدلاله سي ار 3 زائد. اذا مشتق الداله اللي عدنا البيان تاعها بالنسبه للزمن عند لحظه معينه واش معناها؟ نروحوا نخدموا الميل عند الزيرو. معناها واش؟ عندي البيان تاعي هكذا
يا اخي لحظه زيرو نروح نخدم الميل تاعي لهنايا، عفوا نرسم المماس تاعي لهنايا ونحسب الميل تاعو. دوك ما تشوفوا في البيان دوك نوضحها لكم، كيما تشوفوا دوك في البيان نوضح لكم. ركز مع بعضنا، فوالا نخدموا بعض. اذا واحد على تساوي واحد على اثنين مضروبه في الميل اللي درك نجيبوه. الميل واش يحتاج؟ يحتاج نقطتين فقط، نقطه. اذا ترتيبه ناقص الفاصله تاعها، ترتيبه ناقص الفاصله تاعها. بالطبع نديروا ماذا؟ نديروا كوموندور اون انتيغاس للوحدات. الانسان ده بدو العربيه. اذا لازم ماذا؟ لازم نهتموا بالوحدات، نديروا ننتبهوا للوحدات. واضح؟ اذا ركز معي، راه راسمه هنا لكن يا جماعه ما يبانش. راك راه راسمه لهنايا ما يبانش، راه راسم لهنايا الميل. راك معي؟ راه راسمه ديجاكش لهنايا عند ماذا؟ عند اللحظه زيرو المماس تاعنا، وراه راسمه ديجاكش. راك معي؟ هذا المماس الاول، وراه زيد راسم ماذا؟ راه راسم زيد راسم المماس الثاني اللي هو اللي جا لهنا. راك معي؟ تشوفوا معي، نبدل الكولر باكس تفهموا اكثر. اذا راه راسم ديجاكش ماذا؟ راه راسم ديجاكش المماس لهنايا فقط. سوجي ما يبانش، اعتذر. المره القادمه ما نديرو ما نحاولش ندير تمارين يكونوا هكذا شويه ما باينينش. راك معي؟ اذا ركز معي، نخدم عفوا، اعتذر. اذا هذا المماس الاول، وهذا هنا المماس، وهنا المماس الثاني. واضح؟ راك معي؟ درك واش معناها احنا نجيبو نقطتين؟ نجيبو نقطتين هذا الشيء، نديو النقطة هذه باغ اكزومبل 0 0، ونديو نقطة أخرى من هذا المماس. باغ اكزومبل نديو نقطة، نديو أنا نشرح كلش، نديو نقطة من هذا المماس، أيضا أعتذر، نديو نقطة من نديو نقطة هذه باغ اكزومبل، أعتذر، نبدل الكولير، نديو النقطة اللي هي لهنايا، وندي باغ اكزومبل النقطة هذه نقطتين من المماس. أي واحد يعرف يدير يجيب الفاصلة تاعها والترتيبة نتاعها. فقط انا نشوف البيسك جماعه، اعتذر يا جماعه، تلقاوه في حساب الانستغرام شويه واضح. بالطبع دائما ما ننساش يا جماعه حساب الانستغرام تشتركوا فيه، هو انيس اللي هو اسمي. راك معي؟ بعد ام اس اش، بعد ام اس اش، ما كانش اسباس بيناتهم يا جماعه. تما ديما نحط التمارين اللي حلها هنا في اليوتيوب. راك معي؟ صح. جيد. اذا فقط يا جماعه نروح نشوف النقطتين اللي اختارهم لهنايا في هذا التمرين. اذا 1 1، كنا نحلو. اذا نشوفوا النقطتين تاعنا اللي راح نخدموا بهم درك. نتوما النقاط كيف تجيبوهم ساهله، البروبليم تاعكم لوحده. درك نشوفوا كيفاش نرقليوها. ركزوا معي، نجيبوا ماذا؟ اذا عيد السرعه. اذا اعتذر، فقط نحاول نلقاها. اذا نجيبوا ماذا؟ نجيبوا نقطتين من هاد المماس تاعنا. اذا النقطة الأولى هي 0 0، لأن ماذا؟ المماس يعدي على النقطة 0 0. ركز معي. ثم ماذا؟ ثم زيد وشي يعدي على النقطة، يعدي على النقطة ماذا؟ يعدي على النقطة اللي ماذا؟ الترتيبة تاعها اعتذر، للترتيبة تاعها 10 والفاصلة تاعها 20. هذا من النقاط جبناهم بصمت. نجي للوحدات درك يا جماعة، التراتيب تاعنا راه ماذا؟ راه بالملي مول على اللتر. معناها السرعه تاعنا بعد كي نجي نخدموها راح نكتبو شمون؟ نكتبو ملي مول، والزمن نخليوه سكوند. دونك ما نقلبوش، نديرو الحسابات هذه كامله، يخرج لنا في الاخير ماذا؟ يخرج لنا 0.25. نجي للوحدات، ركز معي. وحده الوحده الحجميه هي ملي مول. علاه قلت ملي مول ماشي ملي مول؟ لاني ما حولتش، حبيت نخلي السرعه الحجميه تاعي لاني من محور التراتيب. الوحده راها ملي مول التركيز، دونك ما خليتها هكذا. راك معي؟ ملي مول ماذا؟ على ماذا؟ على اللتر، معناها لتر ناقص واحد، على الزمن معناها سكوند ناقص واحد. بالطبع نفس طريقة تخدموا الأخرى. راك معي؟ إذا نجيو بعد الآن السؤال اللي وراه. أعتذر يا جماعة ما قدرتش نوضح الفكرة هذه بزاف لأن البيان هنا ماشي واضح. أعتذر يا جماعة. بالطبع ديجا راهم كاينين في البلاي ليست تاعي يا جماعة هاد الأمور، خادمهم كيما نقولوا كل الأمثلة اللي تقدر تطيح. كيفاش تحسبوا سرعته؟ قال كيف تتغير السرعه الحجميه لهذا التفاعل. اذا قال كيف تتغير السرعه الحجميه لهذا التفاعل؟ واش تقولوا؟ نحسبوا عند الزيرو نلقاوها 0.25، لقينا 0.25، وبعد كي تحسبوها ماذا؟ عند ال 50 سكوند لازم تلقاوها 0.06. واش تقولوا؟ تقولوا واش كيقول لكم السؤال هذا تاع تتغير؟ تسمعوا كلمه تتغير معناها تقول تنقص ولا تزيد فيزيائيا. اذا قولوا تتناقص السرعه الحجميه للتفاعل الى ان تنعدم في نهايه التفاعل، تولي زيرو، ولي التفاعل ما يصراش، معناها السرعه ما عندوش. هاي ركز معايا، اذا نجاوبوا على هذا السؤال.
اذا نجي ونجاوبوا على هذا السؤال مع بعض. اعتذر فوالا، اذا نجيو مع بعض. اعتذر يا جماعه دي فوال يباقي شويه البروغرام. بون نجيو نجاوبوا مع بعض على هذا السؤال. اذا نقولوا ماذا، كيف تتغير؟ اذا تقولوا تتغير، راكم تشوفوا، تتغير السرعه الحجميه للتفاعل ماذا؟ بالنقصان. بماذا؟ بالنقصان ما الى حتى الانعدام، حتى تنعدم بشكل نهائي. هذا هو كيف تجاوبوا على السؤال تاع ماذا؟ سؤال كيف تتغير السرعه. اذا نكملوا مع بعضنا نقراو التمرين. دونك واش زاد؟ قال خمسة، نغير درجة حرارة الوسط التفاعلي لتصبح 50 درجة مئوية، لأن في التفاعل كما قرينا التمرين في الأول قال نخدمو عند 25 سلسيوس. درك واش قال يا جماعة؟ ونحافظ على نفس الشروط السابقة. كيف تؤثر درجة ماذا؟ كيف تؤثر درجة الحرارة على سرعة التفاعل؟ نعرفوا بلي درجة الحرارة ماذا؟ عبارة عن عامل حركي. شو معنى عامل حركي؟ يؤثر على سرعة التفاعل. إذا واش نقولوا حنايا؟ نظن أني نسيت سؤال يا جماعة، فقط أعتذر. قال نسيت أسئلة. كيف تتغير السرعة الحجمية للتفاعل للزمن؟ وبعد السؤال الرابع، حدد زمن نصف التفاعل. اذا نجيو مع بعضنا نحدو زمن نصف التفاعل مع بعض. ركز معاي. اذا فقط اعتذر لاني ما شفتش هذاك. اذا نديرو باجه واحده اخرى احسن. اذا نجيو مع بعض واش نقولوا؟ اذا اربعه، تحديد زمن نصف التفاعل، هو الثمن تي ان دومي، زمن نصف التفاعل تي ان دومي. نجيو مع بعض. اذا نعرفوا احنا لما تي نكتبوا العلاقه تاعنا، لما تي يساوي تي ان دومي واش عندنا؟ عندنا اكس. ماذا؟ اكس تي ان دومي، معناها التقدم التفاعل عند تي ان دومي شو يساوي؟ يساوي اكس ماكس على 2. هل عندنا احنا اكس ماكس؟ ما عندناش. اذا نروحوا نحسبوه. اذا ماذا؟ تحديد قيمه اكس ماكس. فنحدد قيمة تحديد إكس ماكس، نتبع الطريقة اللي قريناها من الأولى ثانوي، اللي هي نعتبر نديرو نظرية الفرضية هذيك. نعتبر أن حمض الأوكساليك هو H2C2O4 اللي هو المتفاعل الأول، متفاعل محد. ركز معاي. إذا نعتبره ماذا؟ نعتبره أنه ماذا؟ عبارة عن متفاعل محد. إذا وش معناها هو متفاعل محيط؟ معناها C1V1 ناقص 3X فينال تساوي الصفر، لأننا اعتبرناه ماذا؟ إذا متفاعل محيط. إذا نجي نكتب مع بعض. إذا وش نقول؟ إذا عدنا C1 اللي هو تركيز الحمض الأوكساليك، V1 اللي هو حجم الأوكساليك، ناقص 3X فينال. بالطبع مادام نقولوا دوك إكس ماكس تولي ماكس، تساوي الصفر، ونحاول نخرجوا إكس ماكس. بالطبع على تولي رياضية تجمع إكس ماكس. اذا تول اكس ماكس اللي هو في الاخير سي ا في ا ناقص 3 على 3 عفوا. اذا نروح نجيبو اذا من التمرين سي ا والفي ا تاعنا قد ما راح تركزوا معايا مليح. اذا لدراسه دبي لازم ناخذ مزيج تكون 50 ملل. اذا H2C2O4 تركيزه 60 ملي مول على اللتر، والحجم تاعه 50. اذا سي ا واش يساوي؟ عفوا، يساوي 60 ملي مول على اللتر. راح نخليه بالملي مول، ما راح يدير لي حتى مشكل. يقول لي أستاذ لازم نحول مول، عادي نقدر نلقاها بالملي مول في زوز ونقارنهم. 60 في في ا اللي هو 50، راك معاي؟ 50 لا، لكن هنا الحجم يتحول، لأن التركيز، ركز معاي مليح، التركيز كون نكبر الصورة هنا تاع التمرين، التركيز راه بالملي مول على اللتر، والحجم راه بالخمسين مللتر، لازم لتر، إذا نحول 50 مللتر تاعي هذه. إذا معناها نحولو نضربها في 10 أس ناقص 3. إذا في 10 أس ناقص 3 على 3، ونشوفوا القيمة هذه شحال تعطينا بالآلة الحاسبة. نلقاوه واحد ملي مول. أنا خرجت الوحدة بالملي مول، لأنه لهنا عندي ملي مول على اللتر، ولهنايا عندي لتر،
لتر يروح على اللتر اللي تحت يبقى لي غير من الليمون، راك معايا؟ اذا هذا بالنسبه ماذا الى حمض الاوكساليك، راك معايا؟ دوك زيد نكملوا مع بعض يا جماعه. بالنسبه اذا زيد دوك الان زيد نعتبر ان ماذا، نعتبر ان ماذا، نعتبر ان نعتبر ان ماذا، نعتبر ان شكون هو المتفاعل الثاني اللي هو شوارد الكرومات، معناه سي ار 2 او 7 2 ناقص، سي ار 2 او 7 2 ناقص متفاعل موحد، ونديروا نفس الطريقه على اذا تصبح ماذا، اذا نفس الشيء من جدول التقدم تاعنا، من جدول التقدم عندي سي ار 2 او 7 2 ناقص سي 2 في 2 ناقص اكس، معناها هي اللي تساوي الصفر. نعم اذا نجي مع بعضنا، اذا سي 2 في 2 ناقص اكس فينال تساوي الصفر، نحن نديرو ماكس لان نخدمو بنظريات، اذا اكس ماكس واش تساوي، اكس ماكس راح تساوي سي 2 في 2. السي 2 بالنسبه للتركيز نروح نشوفوه من التمرين، اذا بالنسبه للتمرين القيمه تاعو يا جماعه راها القيمه تاعو معطات في التمرين راها 16.7 مليمول، اذا 16.7 مليمول مضروبه في الحجم اللي هو 50 في الطابع معطى في التمرين، ما ننساوش نضربوه في 10 اس ناقص 3 هكا بتخرج لي، لانه التركيز راه بالمليمول وعندي هذا بالمليلتر، اذا عفوا التركيز راه بالمليمول على اللتر وهذا بالمليلتر، اذا نحول المليلتر لللتر بتبقى لي غير مليمول في الاخر، راك ما يسي بروسادر في 10 اس ناقص 3 لهنا. اذا حتى تخرج لي النتيجه ماذا، تخرج لي النتيجه نلقاوها 0.835 مليمول. شكون هو المتفاعل المحد؟ هو شوارد ماذا، شوارد الكرومات، راك معايا؟ شوارد الكرومات. لماذا؟ لانه نديو دائما الاكس ماكس الاقل، لانه ماذا، لانه تاع ال 2.4 لقيناها ماذا، لقيناها واحد، راك معايا؟ وبالنسبه لسي ار 2.7 ناقص لقيناها 0.835، دونك ديما قيمه صغيره. اذا المتفاعل الموحد ماذا، المتفاعل الموحد هو ماذا، سي ار 2.7 2 ناقص. اذا احنا مازال الخدمه تاعنا اللي هي وشي، الخدمه تاعنا اللي هي وشي، هي تحديد زمن نصف التفاعل، ما نبداوش ما ننساوش. اذا شوارد الكرومات، اذا واش نقولوا حنايا؟ دونك احنا بالنسبه لي المتفاعل الموحد يقول لي استاذ بالنسبه، اذا فقط استاذ دونك سما احنا عندنا العلاقه تي عند تي ان دومي، عندي الاكس، اذا الاكس عند تي ان دومي واش يمد لنا؟ يمد لنا الاكس ماكس على 2، نديرو نحكمو القيمه هذه اكس ماكس على 2 لقيناها، اذا اكس ماكس هو هذه القيمه ونقسمو على 2 ونسقط، بصح ما عندناش البيان تاع اكس، عندي البيان تاع السي ار 3 زايد، اذا نجيب نخدم بالسي ار 3 زايد. اذا ركز معايا، السي ار 3 زايد عند تي ان دومي هي واش يا اخي؟ التركيز هو ماذا؟ هو كميه الماده، هو كميه الماده تاع السي ار 3 زايد على ماذا؟ على الحجم. بالطبع رانا محلول، اذا نديرو في توتال، راك معايا؟ ما يدوش الفي تاع السي تاع تاع الاوكساليك ولا تاع الكرومات، وهذا نهزو دائما المزيج التفاعلي. اذا كميه ماده سي ار 3 زايد راك معايا عند تي ان دومي واش هي؟ هي ماذا؟ هي ان سي ار 3 زائد فينال على 2. بالطبع عند تي ان دومي وكل شيء يولي على 2 على في توتال. ركز معايا، كون نروح جدول التقدم، ركز معايا، كون نروح لجدول التقدم تاعي، اعتذر فوالا، اذا كون نروح لجدول التقدم تاعي، اذا ركز معايا، سي ار 3 زائد شحال كميه الماده تاعو؟ 2 اكس فينال عند النهايه. اذا نجيو مع بعضنا، اذا نجيو، اذا ركز معايا، اذا ان سي ار 2 فينال لقيناها ماذا؟ 2 اكس فينال، اذا نقدروا نكتبوا هنا ماكس، ركز معايا، على 2 على في توتال. جيد، و 2 اكس ماكس رانا حسبناه، اذا راه 2 في 0.835 راك معايا، على 2 على في توتال اللي هو 100، لان 50 زائد 50 100. اذا ركز معنا، ننتبه اكس ماكس هذا راه بالمليمول، راك معايا؟ في توتال من المليمول على اللتر، عفوا، اذا راه عفوا بالمليمول، راك معايا؟ اذا وهنا في توتال لازم نديروه ماذا؟ باللتر،
راك معايا، لان في البيان تاعي راه ملي مول على لتر دائما يحاول حجم في 10 اس ناقصه 3. نلقاو القيمه هذه شحال في الاخير؟ نلقاو القيمه هذه شحال؟ نلقاو القيمه هذه في الاخير 8.35. درك هذه السي ار تي عندي اند ميل لقيناها. دوك انت تهز القيمه هذه وتروح تحكم البيان تاعك اللي عندنا هذاك، تهز القيمه 8.35 بالطبع هذه، تسقطها وتلقى تي ان دومي نتاعك كما قرينا في الدرس. راك معايا بالطبع تجينا ماذا؟ ملي مول على اللتر. علاش؟ لاني خدمت هذا بالملي مول والحجم حولته على اللتر، ونجيبها ونسقطها ونلقى تي ان دومي نتاعي. نروح نشوف ترى الاسئله اللي بقات لنا ما بعدها نجاوب عليها شفهي. اذا ركز معايا، اذا مايك واش قال؟ كيف تتغير السرعه الحجميه لهذا التفاعل خلال الزمن؟ بالطبع واش نقولوا؟ نقولوا اعتذر، اذا السؤال نفس السؤال، مازال نفس السؤال بالطبع، السؤال الثالث جاوبنا عليه، وبعد ربع حدث زمن التفاعل. اذا وبعد واش قال؟ قال نغير درجة حرارة الوسط التفاعل تصبح 50 سلسيوس ونحافظ على نفس الشروط السابقة، كيف تؤثر درجة الحرارة على سرعة التفاعل؟ أنا واش راجع بنقول له؟ كلما تزداد درجة الحرارة دي كما نعرفها يكون التفاعل أسرع، وذلك لأنه كلما زادت درجة الحرارة يكون تواتر الاصطدامات الفعالة أكبر وكان التحول أسرع. علاش يا جماعة حنا كنزيدوا سرعة التفاعل نتاعنا، كنزيد درجة الحرارة، إذا درجة الحرارة كتعود بالسلسلة ونمزلوها طيطة، لكن الأسيد نمزلوها بالتي وهذا خطأ. إذا درجة الحرارة كتعود بالسلسلة ونمزلوها طيطة، كلما تزداد درجة الحرارة تاعنا واش يزيد ماذا؟ التفاعل راح يولي أسرع، التفاعل تاعي راح يولي أسرع. علاه يولي أسرع؟ لأنه كنزيدوا درجة الحرارة التواتر تاع الجزيئات الداخل تاع الدقائق تاع المكونه الماده تاعي واش ديرها تولي ماذا؟ تولي تتحرك بسرعه، بالتالي راح يوليو الاصطدامات الفعاله. بالطبع شرحت الدرس هذا في العوامل الحركيه مدير عليه في الفيديو تاعي، راح ماذا؟ راح يزيد الاصطدامات، وبالتالي راح يكون النواج يمد لنا نواج جليليه، وبالتالي التفاعل راح يولي اسرع. مثل على المنحنى السابق تغيرات تركيز الشوارد سي ار 3 خلال الزمن في هذه الحاله. درك هو كيفاش كان؟ ثم اخي هو مدهولنا هكذا، راك معايا، كي نزيدوا درجه الحراره راح يجي فوقه، كيقول لك مثل انتم ديروا فوقه، معناها يولي اسرع، راك معايا، نخدموا بطريقه احسن. ركز معايا، كي ها هو ركز معايا، هذا بالنسبه لي ماذا؟ هذا باغ اكزومبل الاكس فينال تاعو لهنا، راك معايا، كي تخدموا عن درجه اقل راح يوصل للفينال قبله. ركزوا شوفوا، يوصل الفينال ديجيكشن هنا قبله، كي هذا عن درجه حراره، كون نقصوا درجه الحراره راح واش يولي؟ هنا باه يحبس. ركزوا معي، اذا كل ما درجه الحراره تزيد التفاعل اسرع، بالتالي اكس فينال راح يجي ليه. اذا البيان كون يقول لك مثلوا في كيما هذه الحاله، واش تروح تمثلوا فوق هذا اللي فوق اللي البيان الذي اعطي لنا، راك معي، بصح لازم يوصل للحاله النهائيه تاعو قبل هذا، ماشي ترسموا فوق وديهم يفضوا ليه، لا خطا. يعني هنا رسمته بشكل دقيق. ركز معي، نقرا التمرين. اذا بعد واش قال؟ هل يمكن متابعه هذا التحول بواسطه قياس الناقليه علل؟ هنا تروحوا تشوفوا معادله التفاعل، فقط سهل السؤال هذا. اذا كان في معادله التفاعل تاعي شوارد، اذا كان في معادله التفاعل تاعي شوارد، نعم نستطيع نستطيع مدى متابعه مدى هذا التحول عن طريق الناقليه. علاش؟ لان المزيج التفاعلي معناها المتفاعلات النواتج، إذا لأن المزيد التفاعلي ماذا؟ يحوي الشوارد. إذا ماذا؟ إذا عندنا الشوارد في المزيج التفاعلي تاعنا. نتمنى إن شاء الله تكونوا جماعة استفدتوا من هذا التمرين. راك معايا، دائما ماذا؟ تلقاو الحل دائما مفصل يا جماعة، دائما في الحساب الانستغرام تاعي اللي هو أنيس كما نمدو ديما، أنيس ام اس اش ام اس اش. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ما تنساوش تتابعوا الدروس تاع الوحده الاولى، راني مرتبها كامله في وحده المتابعه الزمنيه لتحول كيميائي، تلقاو فيها بكالوريا 2023. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. كان معكم انيس مروش من قناه الصديق انيس مروش، لاني قلبتها انيس اون فرونس باسكو راه وليت ندير لكم شويه فيديوهات هنا في فرنسا نشرح لكم ايتو. والسلام عليكم.